السلام عليكم متابعي. اليوم سأتحدث عن موضوع جميل مبدأه بكلمات أدبية واحدة، وهي نقول: العيش بالحياة ليس له حدود أو عمر معين، حتى نفقد الأمل بحياتنا وتطلعاتنا مهما كانت كبيرة أو بسيطة، نحقق بإرادة توازي الجبال، فنحن ما زلنا أحياء والعمر ليس مقياس الوقوف عند حد معين، ودائما نتعلم في من وقت لآخر بأن هناك من يعطينا الدروس الكفيلة، من تجعلنا طاقة أمل وإن كبر بنا العمر. فالعم عبد علي بكلمة واحدة جعل من المستحيل ممكن، لأني ناقص علوم. كلمة عادية رقيقة عادية كإنسان بسيط، لأني ناقص علوم. اسمعوا.